اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. ايه ده، بصوا بقى النهارده جايبه لكم بيضه رهيبه مكتوب عليها جروينج بيت. يا ترى البيضه الرهيبه دي ايه، عباره عن ايه؟ واو، انا متشوقه قوي ان انا افتحها. جروينج بيت يعني ايه؟ الحيوان اللي بيكبر اللي ممكن نربيه في البيت. بيت يعني ايه؟ حيوان اليف بيتربى في البيت. يا ترى بقى ايه الحيوان الاليف اللي ممكن نربيه؟ دي عارفين يا اصحابي البيضه دي بيضه ايه؟ دي بيضه الديناصور. ايوه دي الديناصور كمان بيبقى بيضه، بعد كده بيقعد يكبر يكبر يكبر. بس البيضه دي عشان تكبر، الحيوان اللي فيها يكبر، لازم البيضه دي تتساب في الميه لمده كذا يوم. هفتحها لكم النهارده ونتفرج عليها. بصوا الله، من تحت فيه خرمين ومن فوق فيه خرم عشان الميه تخش فيه، عشان الحيوان يقدر ان هو يكبر يكبر يكبر، في الاخر يبقى ديناصور كبير قوي 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 قوي. بصوا البيضه شكلها حلو ازاي، لونها ابيض ناعمه جدا خشنه شويه. من تحت فيه خرمين فوق فيه خرم واحد. يا ترى بقى الديناصور اللي جوه شكله عامل ازاي؟ انا متشوقه قوي ان انا اعرف. اخبط كده عليه، مستر ديناصور هاي هاو ار يو، ممكن تفتح لنا مستر ديناصور؟ مش معبرنا خالص. طب لازم زي ما قلت لكم نجيب كوبايه الميه ونسيب جوه فيها شويه ونشوف بعد كام يوم هيتحول بيكون ايه. بصوا سيبناه كده بقى في الميه، وايه ده عمال يعمل انه بيملي كل الميه اللي جوه، وهنسيبه بقى كده كمان كام يوم. يا ترى يا صحابي هيكون شكله عامل ازاي؟ هيبقى ديناصور شكله عامل ازاي؟ بصوا بيطلع بلالين ازاي من اولها. واو، ده هيتنفخ بقى وهيفرح الكوبايه، وهنشوف هيقدر ان هو يعمل لنا ايه. هجيب لكم بقى فيديو تاني وتشوف الديناصور ده لما يتنفخ ويكبر هيبقى شكله عامل ازاي. واو 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 واو، انا متشوق قوي اشوف الديناصور الكبير دي هيتحول ازاي من البيضه الصغيره قوي ده. تابعونا بقى على قناة العاب الاطفال علشان نجيب لكم البيضة الديناصور دي بعد ما سبناها كذا يوم اتحولت وبقت ايه. اتمنى اصحابي يكون الفيديو عجبكم، وبليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.